والدي الفنان جاسم البغدادي كان حلمه انه يوصل للنجوم العالميه، فما كمل يعني اخذت مسيرته ان شاء الله واصل. كانت والدتي فنانه، الفنانه ايمان سالم بفتره التسعينيات. هذا الحلم هو حلمها بالدرجه الاكبر، فاني اتمنى انه اذا حققت شيء فاحققه مشانها. ولك رب اللي يفجعك بالعليهم خنيتي بيا. حبيبي 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 طبعا فرخ البط عوام عبد فلك مربي كيف ما يطلع حلو. آخ آخ ما يتاني ما يتاني اشمال العمر العمر يركض. غريبة من بعد عينك يا يمه محتارة بزماني. أيوة. ياه اللي يرحم بحالي يا يمه لو داري خلص 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 لا